مرحبا حبايب قلبي، الله يسعد اوقاتكم وما كنتوا. وصفة خبز كتير طيبة، وتفضلوا معي على الطريقة. بعتاز للطحين وبعتاز للشوفان، وهون عندي بيكربونات الصوديوم، لب بزر القمر، زبيب، مربى وفواكه مجففة، وبعتاز هون لفيل ميلك، يعني يوغورت او اي شي بدكن اياه بيشتغل معكن، شيرة غامقة. وهلا بدي احط المواد الجافة مع بعضها مثل ما كنتم شايفين، بحطهم بالعجانة، حطيت كل المواد الجافة، وبدي احركهم شوي صغيرة بالعجانة بس لحتى يتجانسوا. بعد منها حطيت المواد السائلة، بدي احركهم مع بعض كتير منيح لحتى يصيروا روح واحدة، لحتى يصيروا كتير ناعمين. لازم احركهم تقريبا مدة شي 10 دقائق، كتير مهم انه نحركهم. شايفين كيف؟ هلا فرجيكم القوام، هذا هو القوام المطلوب للعجين. وهلا هون في عندي هدول قوالب انا عم دهنهم بالزيت، هذا البخاخ هو بخاخ زيت، طبعا اذا ما في عندكم منه فيكم تستخدموا الزيت العادي. هلا رح نبلش بصب الخبز، هيك نحط هيك هاي هون مي، وبعدين هيك ناخذنا وحده، هاي تقريبا بتطلع 1 لتر، شايفين كيف؟ وبعدين بس هون هي بعدين لحالها بالفرن بتصير نفس المقاس، بس هيك تمام. نجي لهون كمان ناخذ لوحده من هون هيك مي، تمام. نجي لهون هيك تقريبا عيار اللتر، 1 لتر، شايفين؟ بعدين نجي، شايفين كيف؟ خلاص بس هيك اتركوها لحالها، هي بتزبط الوضع. ها نجي لهون، يلا هيك بدنا تقريبا هذا المقاس لحالها، هو بعدين بصير نفس المساحة، يعني ما تاكلها. وبعدين نحطهم بالفرن على درجة حرارة 125 لمدة ساعة و20 دقيقة، ونفرجيكم النتيجة إن شاء الله. حتيجي إن شاء الله. بعد ما حطيتهم بالقوالب شوفوا كيف صاروا، هن لحالهم بس ينحطوا بالقالب بياخدوا شكل القالب. وهون جبتهم على الفرن، طبعا انا الفرن مشغله على درجة حرارة 125، بياخدوا 1 ساعة و20 دقيقة، بس لازم الواحد يشغل الفرن من قبل يكون الفرن حامي. وشايفين هون صار درجة حرارته من الداخل تقريبا 99 درجة، هي 98 بكفي، بس طبعا احيانا الخبز بيطلع اكتر. شايفين كيف صاروا؟ 99.5. هون الخبز صار جاهز عنا 100%، وتأكدنا انه دايما الخبز لازم نتفحصه من الداخل يكون جاهز، مو بس انه من برا. وهي النتيجة النهائية، هدول الخبزات كتير طيبين، بنصحكم تجربوا هالوصفة. اهم شي بعد ما يطلعوا من الفرن نكون مجهزين شبك، بننزلهم على الشبك، وهيك بتكون النتيجة. جربوا الوصفة كتير طيبة، ما تنسوا متابعة مطبخ الشيف لؤي عيسى لأطيب الوصفات والطبخات والحلويات. وتحياتي لكم جميعا، الله يسعد أوقاتكم.